الأجهزة اللي في الجسم، الجهاز القلبي الدوراني المؤلف من القلب والأوعية، والجهاز التنفسي المؤلف من الطرق الهوائية والرئتين. الواقع إنه الجهازين همهم كيف يوصلوا الأكسجين لكل قطعة ولكل خلية في الجسم، لأنه الخلايا لا تستطيع أن تحيا دون وجود أكسجين. يعني أنا لما أحط هذا الجهاز اللي يقيس الأكسجين على الأصبع، هذا الجهاز سيقيس الأكسجين في إصبعي، إنما اللي وصل الأكسجين للإصبع هو الرئة السليمة والطرق الهوائية السليمة، أي الجهاز التنفسي السليم، وأيضا اللي وصلها دوران الدم بشكل سليم، بحيث إنه الهيموغلوبين الدموي يحمل الأكسجين إلى الخلايا. فإذا هذول الجهازين المهمين جدا، وظيفتهم الحقيقية هي تأمين الأكسجين لكل جزء من أجزاء الجسم، القلب والرئتين وطرق الهواء. هذه الجهازين أهميتهم أن يوفروا الأكسجين وبشكل مستمر لكل الأعضاء، وخاصة الأعضاء النبيلة الحساسة. مثلا الدماغ لا يتحمل أن ينقص الأكسجين في الجسم، وبالتالي فإن أي نقص قد يتلف الدماغ تلف لا رجعة فيه، وبالتالي فهذه الأجهزة هي أجهزة هامة. كيف نأخذ الأكسجين ونصل به إلى كل قطعة من الجسم؟ نحن نتنفس الهواء الموجود حولنا، والهواء هذا يحتوي على أكسجين 21% كنسبة، هذه النسبة اللي موجودة في سطح البحر. وبعدين يدخل الهواء من الطرق الهوائية وتتفرع القصبات، وهناك في الأكياس الهوائية الرئوية يكون التبادل الغازي بين الأوعية الدموية المتفرعة وبين الأكياس الهوائية في الرئتين. فإذا يشترط وظيفة رئوية سليمة، وظيفة قلبية سليمة، وظيفة طرق هوائية سليمة. هذا في الحالة العادية الأكسجين اللي بيكون 21%. لكن في أمراض، وهذه الأمراض نتحدث عنها من حيث الجهاز التنفسي، أنا لن أتحدث عن الجهاز الدوراني، أتحدث بشكل رئيسي عن الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي في طرق هوائية تتفرع في الرئتين. أي أمراض في هذه الطرق الهوائية تنقص دخول الهواء للرئتين. من هذه الأمراض طبعا الربو القصبي، التهاب القصبات المزمن، فهي أمراض في طرق الهواء. هناك أمراض أخرى في اللحمة الرئوية، في النسيج الرئوي، مثل التليف الرئوي. الآن في كل الأحوال نحتاج أن نأخذ أكسجين من الهواء ونوصله إلى بقية أجزاء الجسم. الذي نعرفه أن الأكسجين 21%. في الأردن كنز كبير ليس له مثيل في الكرة الأرضية. في عنا أعلى شيء في العالم، البحر الميت الأعلى في العالم جغرافيا، هو أخفض بقعة في العالم. لكن من حيث غنى الهواء بالأكسجين هو أغنى منطقة بالأكسجين بالعالم. فبالتالي إذا كان أنا عندي أمراض تنقص الأكسجين في الجسم ولا تستطيع الرئة أن تجري التبادل الغازي بشكل سليم، يجب أن أغني الأكسجين الداخل إلى الجسم. وممكن أن أغنيه عن طريق أجهزة، عن طريق أسطوانات أكسجين، لكن أيضا متوفر منطقة في الأردن اللي هي البحر الميت، يكون الأكسجين في الهواء بدون أسطوانات، بدون جهاز تنفس، بدون مركزات أكسجين، التركيز يكون عالي وعالي جدا. فممكن أنا أبدأ المريض اللي عنده تليف رئوي اللي ما كان يستطيع يمشي إلا أمتار قليلة بضيق نفس وسعال، يتيح له البحر الميت أو وجوده في البحر الميت أن يمشي وأن يزيد المشي يوميا، وبالتالي أن يكون هناك عملية تأهيل في أجواء طبيعية تماما. هذا من حيث إذا كان هناك نقص في التبادل الأكسجين في الرئتين. إذا كانت الأمراض في طرق الهواء قد لا يهم الأكسجين كثيرا، ولكن يهم أن يكون الأجواء نظيفة وغير ملوثة، وأن تكون حرارتها مقبولة ومعتدلة. وبالتالي أيضا هناك فائدة كبيرة إذا كانت الأمراض أمراض طرق هوائية. الآن هناك أشياء نعرفها وهناك أشياء لا نعرفها. نعرف أن هواء البحر الميت هواء جيد، نظيف، جاف، دافئ، ونعرف أيضا أنه غني جدا بالأكسجين. لكن في أمور قد تتضح مستقبلا لتزيدنا معرفة لماذا يفيد البحر الميت. الذي نعرفه أنه أنا لو كان عندي نقص أكسجين وعندي تليف رئوي
وقست الأكسجين عندي وكان نفرض 85%، واللي هي قيمة مش طبيعية. لو أنا نزلت على البحر الميت بنفس الجهاز هذا، بنفس إصبعي هذا، وأخذت القياس مرة أخرى رغم وجود التليف عندي، راح تكون النسبة عالية، قد تقترب من النسب الطبيعية، وقد تصل إلى النسب الطبيعية إلى 92 و93 و94. هذا الميزة لا تتوفر في أي مكان في الكرة الأرضية إلا في البحر الميت. قالوا عن البتراء إنها من العجائب، هي فعلا من العجائب، ولكن هذه عجيبة أخرى، هي عجيبة طبيعية ليست من صنع الإنسان، من صنع الله سبحانه وتعالى، أن يكون هناك منطقة أكسجينها أعلى من أي مكان في الأرض. فالبحر الميت هو الأعلى في العالم، وبالتالي مرضى التليف، مرضى الربو، مرضى الرئة، وبعض الأمراض القلبية الوعائية، فالفائدة التي تتحقق لهم في البحر الميت لن تتحقق في مكان آخر في الكرة الأرضية. طبعا أنا ركزت في كلامي على الأمراض القلبية الوعائية وبخاصة التليف الرئوي وأمراض القصبات، لكن أيضا الجهاز التنفسي العلوي يرتاح في البحر الميت. طبعا الأمراض الجلدية في غير يتحدث عنها، إنها كمان ماء وتربة وشمسا يستفيد مريض البحر الميت. لكن أنا اللي بدي أكد عليه إنه مش بس عشان يرتاح المريض يروح على البحر الميت، فرصة لتأهيل المريض، فرصة أن تعرف إنه أكسجين المريض في أثناء الراحة قد يكون غير طبيعي ويصبح طبيعي في البحر الميت. اللي أهم يمكن إنه حتى بالجهد الناس اللي ينزل عندهم الأكسجين وينخفض عندهم الأكسجين لأنه مش قادرين يستفيدوا كثير من الأكسجين، هذول يستطيعوا إنه يمشوا أكثر لمسافات أطول ولمدد أطول، وبالتالي تأهيل المريض. يعني اللي بيروح على البحر الميت ما يروح يوم مشان يرتاح، يروح لفترة طويلة عشان يتأهل المريض أو المريضة ويصبح قدرته على الجهد أفضل بهذا الجو الذي هو أكثر جو مفيد وصديق للجهاز التنفسي.